مرحبا بكم أيها المتحدون. مرحبا. مرحبا. يبدو أنكم قد تعرفتم على صديقكم الجديد. سوف نجرب حياة رجال الأعمال الذين بدأوا أعمالهم التجارية في من الصفر وحققوا الثروات بنجاح. أولاً وقبل كل شيء عليكم الذهاب لثلاثة متاجر عربية في أحد الشوارع منطقة بين وانغ التجارية للعمل من أجل كسب بعض المال. صعب صعب بالنسبة لي، لست ماهرة في أي شيء. أنت ماهرة في الأكل والكسلان. هذا هو جدول العمل بدوام جزئي. مرحبا، هل تعرف أين هذا المكان؟ صالون شادي للحلاقة. هذا الاتجاه أول فتحة على اليسار. نعم، شكرا 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 جزيلا شكرا. نكسب أموال. مرحبا المدير. السلام ورحمة الله. مرحبا، يعني لديكم عمل هنا؟ من يريد أن يعمل؟ من ليس كلنا؟ لا أنا سوف أكون أجتهد، سوف أكون أجتهد. لنرى. كم ساعة الشغل عندك؟ 10. واو، يلا أستاذ لنذهب، مع السلامة. شكرا لكم، نجاح. حد سعيد، حد سعيد. باي باي. باي، مع السلامة. أوكي، لنبدأ؟ لا تعرفين في الأكل، ولكن لا تعرفين كيف نعمل هنا في المطعم. ماذا نريد؟ أوكي؟ أتدرب. نعم، أوكي. السيخ في اليمين واللحم تضعه في الشمال. نحن الآن لدينا هذا المال. One. واحد. ولكن مسابقة، من يعمل أكثر يأخذ أكثر. كم من هذا؟ سنشوف. لنبدأ. لوبان أيها المدير، فتحتاجون إلى عمال. عمال وموظفين جدد. أوكي، ماذا نفعل؟ غسل شعر. غسل الشعر. 15 عملة. وما هذه؟ إزالة الأنف. إزالة الأنف. إزالة الأنف. شعر الأنف. لم أسمع إنها تعيش في أنفي بسعادة. لماذا إزالة؟ من أجل الجمال. ولكن الفلوس أكثر بكثير بالمقارنة مع الأشعة. هذا غسيل شعر. فأنا أقوم ممكن أدرس كيفية إزالة الشعر الأنف. وأنا سوف أدرس غسيل الشعر في الأول. من ثم يمكن أن نتبادل. أوكي. في العدة. هل هذا في ألم شديد؟ لم أسمع بطل. هذا. لا. وين وشبي؟ أوكي. أوكي، لنجرب. خائف. هل هناك كثير من الناس يجربوا هنا؟ كل العرب. ما عدا أنا. أنا الوحيد لا. الآن في الوقت الحاضر يا سيدي، ستضع هذا في داخل أنفي. نعم. فصل. ما ينفي. أيوه. حر.
أنتما كاذبان. ليس كاذبان. خلاص نخش عليه دلوقتي. انتبه 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 على بقه. سافر. إنه سافر. هذه المرآة تعكس وجهي القبيح منذ تاريخ منذ ولادتي. ليس قبيح. سوف تكون وسيم بعد الإزالة. يمكن أن نزيلها الآن؟ ممكن. دن 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 دن. كن سريع. واحد اثنين. أوكي ثاني. هل أنت مستعد؟ واحد اثنان. أنت متعمد. لا جدا خطوة. مرة واحدة تكفي طوال حياتي وشكرا جزيلا لكم. شكرا. أنا زبون الآن. زبون؟ لا هذا ما أريده. هذا ما أوده. هذا ما أوده. لا 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 آسفة. نعم. ومتعمدة. نعم. أوكي. الآن. براحة. واحد، اثنان، اثنان فاصل خمسة وستة. أخيراً وصلنا. قد التحدي وصلنا. نحن نأتي إلى هنا نطلب العمل وكسب الأموال. نعم ممكن. يا أهلا وسهلا. ممكن أن تعملي بيتزا. يلا لنبدأ. يدوب من نفسه. يا هذا يسهل العملية. سهل. نعم سهل جدا. ألو تطلب بيتزا زعتر؟ يوجد طلب. يوجد طلب. واحدة زعتر صغير صالون شادي. مع السلامة. عشرون دقيقة تقريبا. أوكي يلا هلأ في عنا واحدة زعتر وأحدا منكم يصلها إلى صالون شادي إلى المحل. ماشي. أوكي. خلاص الآن نغلق الفرن. تن. لا أريد أفعل. سجن. لا استقيلي. أنت تستريح قليلا. لا تفعل. نستريح. يلا نستريح. سلام عليك. تيجينا لا. يبعد. كشة. ويتها. ما بتفعلي. إحنا بنجي نشتغل بنجي نلعب. إذا بشوفنا صاحب المحل بيطردنا. خلنا نتفرج على المطبخ. شوفي هنا الفحم. في فحم هنا. شايف الفحم؟ فحم ايه. هذا الفحم هو بيعطي نكهة للمشاوي. شوفوا السكاكين اللي استخدموها. السكاكين يعني ورايد. معلم هي بتلعب. انت تلعب وهي تلعب. لا انا عمل. هذا مطعم نريد عمل. هي بتضيع وقت وبتلعب. أنا أعمل. أنا أعطيك كمان وقت قصير. إذا عملت جيد عملت جيد. ما عملت جيد لا أريد. لا تتكلمون كثير. أعملوا بسرعة. ولا يهمك معلم. أسفين. أخيرا حقنا جيزت. واو. من سيأخذ هذا الكيس؟ سوف يكون يعني نهار سعيد سعيد جدا جدا اليوم. نعم. أوكي. أنا سوف أذهب. أنتظرك هنا. أوكي. ألو
نعم بيتزا تو بيتزا. بيتزا صغير خضار. حاضر. يلا عشونا دقيقة تقريبا. طل بيتزا. الآن يجي بيتزا. خضار. خضار. صغيرة. صغير. خضار صغير. خضار صغيرة. طيب هذا أنا عارف. وسوف يكون يعني فريح سرور جدا بهذا المبتسم. هوك آي. لا انت ما هوك آي. لا لا لا. وعشر دقائق. عشر دقائق. يلا لننتظر قليلا. 2000 years later. أين الوجه المبتسم في داخل العجين؟ لكنها شهية جدا. واو بيرفكت. سوف عشان الحمدي لن ياتي لن يعود سوف اتم. ليس بعيدا. ليس بعيدا هو هذا. اوكي هذا. الى اللقاء الى اللقاء. يوشي دونفانغ داشا دونزو. احد هنا. اي اي 你好 请问东方大厦在哪里啊. 老板您好，请问东方大厦是往这边吗？ 对不起啊，打扰了，请问东方大厦是往这边吗？ 啊，打了路，啊，打理，走错了。 هذه أول مرة أجرب هذه العملية وآخر مرة. هل هذا مريح يا سيدي؟ لا طبعا. شوف بسرعة. كل شيء في أوله صعب وتدليك. هل تشعر بالفرح؟ يعني شوي مبسوط ترتيب. أنت كم تعطيني منهم؟ أنت تحاول. قل ايش ايه الغلط؟ في مشكلة. ايه بقى؟ انتوا الاثنين. نعم العمل ليس جيد. لماذا؟ قلت له انا اسف هو كانش قصدي والله. الاثنين خسارة. خسارة كبيرة. خسارة. إذا أتى زبون آخر والله هنأدي كويس. أعطي لهم فرصة أخرى. خسارة. آسفون. فرصة أخيرة. فرصة أخيرة. أوكي. لا يوجد فرصة أخرى. مسؤوليتك؟ أنا مسؤوليتي. معلش يا أسفين. آخر سيخ يا مدير أكملت خلاص ده ترى. أنا أريد أن أحسب الآن. هاي ثلاثة ثلاثة أربعة ثلاثين ثلاثين 32 32. أنا أعطيك 35 سيخ هو 32 سيخ بقي ثلاثة سيخ. لا أعرف أنا فين. هذا 32. هذا غير عادي. الآن أنا أعرف. أنا أعدهم أعرف. 2 16 18 هذا هنا 38. ها كم؟ 38 ولكن في ثلاثة سيخ ليس موجود. هو أنت هو لك ثلاثة عنده. لا أتفق معها أنت في المبلغ لكن أنا أعطيك 38 أنت تعطيها الجيمبي. لا تمام تمام خلاص. ممكن أن أتذوق الكباب هذا اللحم المشوي؟ ادفعي ممكن 10 تيمبي. نحن لا 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 هذا ليس بالفلوس. لا لا هي لا. تعمل ياه. هذا ظلم. هذا ظلم. بنشعش. أن أعمل باجتهاد. أنا أعطي كل واحد اثنين، واحد دجاج واحد لحم. تمام. أوه. لك اثنين. شكرا. شهية جدا. هو لذيذ. لذيذ جدا. جانا نخرج؟ يلا. شكرا. عفوا. يوجد زبون. يوجد عميل. أنتو تبادلوا. جيد. أنت تجرب الاستشوار؟ أنا أوكي. أنا أقوم بهذه في بيتي لزوجتي المحبوبة. هذا زبون وليس زوجتي. أوكي أوكي.
تمام. بالنسبة لغسيل الشعر هذا هو جيد. أوكي. بالنسبة ل تجفيف. بالنسبة للبن شادي هو جيد لأني لا محترف. طالع دو جيد وش بو جيد. حروف صابون شادي. شكرا شكرا على هذا التقييم القيم بالنسبة إلي بالنسبة إلى المبتدأ، لكن كل شيء في أوله صعب. نعم. سوف أتعلم. أين الراتب؟ أين الراتب؟ تفضل تفضل. إيه؟ مع السلامة. حمدي حمدي هذا البيتزا عندكم؟ عندنا؟ هناك لعبة. هناك لعبة جميلة. لعبة جميلة جدا جدا. لا 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 عندي طلبيات، عندي طلبيات هناك. فقط يستغرق يستيق وقتا قصير جدا. نعم. لابد تجربة هذا. شو هل سبق لك أن جربت هذا؟ من اللازم أن تجربه عشان نعرف نحلق لك. جربناه. مريح. لا ليس مريح، ليس مريح. مريح. أنا لا أريد أن أرتاح. شوي 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 شوي. لا تخاف، المدير معه. نعم. على ضمانة المدير. ربي. لذيذ. لذيذ نعم. لا لا أريد. لا 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 أضمنك أنه سيكون لذيذ. صديقك محترف الآن. جدا. على ما يبدأ. أنت الآن محترف. والآن نحتاج إلى 5 دقائق لتجفيف، ثم ستجرب أجمل شعور أسوأ شعور. هذا خدمة خدمة كويس جدا كويس جدا، لكنك سوف تقلع أنفي. لا، سوف تشعر بشخص بأنك شخص جديد. نعم. من صميم قلبك، ومن حتى تشعر بأكثر ارتياح عندما أثناء تنفس. الآن أنا أريد فلوس على الذي تعملون معي. ستعطيني 20؟ 20. أنا كم عدت كم عندي؟ دي فلوسي. عندي 10. أعطيني 5. لا 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 لا. شوف شوف، أنا أعطيك 1. هو يعطيك مجموع العدد التراكمي. نعم. 5. دليلي ما. 4. أوكي شكرا. كان يوجد مع ما بتحصل سوان. 2 3. مريح. ليس مريح، لكن اكتسبت 5 عملات. نعم. على حساب أم. حسنا، يمكنك أن تذهب. بصونا يبوش جوكا. باي باي. معنا 5. باي باي. خير عبد الله. على السلامة. الله يسلمك. وصلتهم؟ نعم. لا محل شادي وصلتهم قبل شويه. وين لان؟ كثير انا هنا. اخيرا رجعت. عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. التوصيل طول على قدمين. اخيرا وصلنا. بيزا تو بيزا. نعم سيد حمزه. اهلا وسهلا. بيزا تو بيزا. اتحاسب. كم ليه؟ لماذا؟ أخذتها من عندهم عندما ذهبت إلى محل الحلاقة. أخذوني وعملوا علي تجربة. عملوا علي شم. قلت لهم عندما تريدوا تعملوا تجربة أعطوني فلوس. أخذت منه 5. واو برافو عليك. وكيف هذه التجربة؟ كويسة كويسة. طيب وعمل لفيسا كان من الممكن أن نحصل على الأموال؟ واو نحن أغنياء. صوت ثروة. أسمع 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 أسمع. جندا بيوضوا. نعم. يا شباب، في الواقع النضال الشخصي مهم جدا في يو، ولكن التعاون ضروري لتحقيق فوز مشترك. نعم. وفوائد أكبر. لذا على ستة متحدين عليكم الآن تشكيل 3 شركات صينية عربية. لندخل الآن حلقة تشكيل الفرق، والآن في يدي 6 أعواد من الخيزران. يرجى من كل متحد اختيار 1. على الأقل نقود. فضل. أوكي. على الأقل نقود ممكن يكون الأكثر حظاً. لا 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 مش نفس. أنا أطول. آه.
اوكي من تختار؟ انا اختار دون 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 عربي صيني. اوكي وما اسمك؟ ميدو. انا متعمد. ميدو وانا كنا نناقش عن كثير ولدينا نزاعات شويه. نعم. لكن متعه اكثر. نعم. ما رايك؟ نحن اثنين. بيه؟ بيه شو بيه؟ بيه؟ ايه؟ ايه؟ رفض فانجي انت فقير. نخوت شمنا. انت غني وانت فقير. رفض رفض هذا عبارة عن رفض عن رفض تستطيع أن تحسبه كذلك. تختارنيش؟ أوات؟ لا تختارني. أرجوك أرجوك لا تختارني أرجوك. أنتم متعمدون. 我要选谁？肯定不是。要选谁？ 他最有钱，我也有钱。 ميدو أنا يعني أنت تعجبني كثيرا لأنك لكن إصابة الرقبة. نعم. وأنا لا أريد أن يعني أسبب في تأخر فيما يلي في تحديد الليالي التالية. أنا أعتقد أنت يعني مع ميسوي ربما أكثر أحسن. آخر خيار. 我就是我最喜欢是维姐，你也只能最喜欢维姐。 المجاملة لحد الحظ. أوكي 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 خلاص. أنا بختار لانجي. احنا ممكن نعمل شركة وشغل ممتاز سوا. ومن باقي؟ حمدي واحمد. انا الباقي انا الباقي. لا يمكنه ان تختارك لانك صيني. اوكي. ولانك فقير. تعبت كثيرا من اجل ان نفتح شركة ممتازة. اوكي. وثاني شيء انه كان في التحدي السابق كان بيننا تعاون وانسجام كبير جدا. نعم. والسبب الثالث انك مصابة. انا ممكن ان اعمل بالجهد البدني وانت الشغل العقلي. اوكي. والحمدي قال هناك السبب مهم جدا جدا. نعم. لان نحن تعاوننا بشكل منسجم يعني بيننا يوجد انسجام. فهذه مرة انا اريد ان اجرب في يعني مع حمدي ونحن في غدائنا الى لنرى. انا افهم شيئا انا فاهم لي شيئا الفلوس السبب الوحيد سوف اثبت لك انه الفلوس مش السبب. والان نحن من فريق. نعم. واحد. نعم. تقف هناك. اجباري؟ تقف هناك. فريق الفقراء. اجباري الفقراء. يا شباب الخطوة التالية هي التحدي الرسمي. هناك خمس مهمة كل منها تتطلب إنفاق مبلغ معين من العملات الذهبية للاستثمار. وبطبع كلما استثمرتم أكثر فوائد التي سوف تحصلون عليها بعد نجاحكم. أوكي. وبعد الانتهاء من جميع التحديات ستفوز الشركة الصينية العربية الحائزة على أكبر عدد من العملات الذهبية بميدالية تحدي. واو. وسيتم إدراجها في البورصة بنجاح. واو. كما سيتم منح أعضائها لقب الشريك الذهبي. سيبدأ التحدي على الفور. يرجى بذل قصارى جهدكم. واحد اثنين ثلاثة. اهلا عند التحدي. اوه لنفتح.